السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في سحر بيسمى بسحر تعطيل الزواج، وبعد كده السحر ده بيعمل تشويه للأجنة، أو إن الزوجة لما تتزوج زوجها ما بتكونش مرتاحة معاه ويحصل سقوط للحمل؟ تعالوا بينا نعرف الموضوع ده باختصار في 8 دقايق أو 9 دقايق، فعايزك إنك أنت تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتركز معايا يا أخي الكريم. أول حاجة عايزك تعرف إن في سحر بيسمى بسحر تعطيل الزواج. فعلى سبيل المثال احكي لك قصه بسيطه جدا. ام سعاد راحت تخطب من ام محمد بنتها لابنها، فرفضت ام محمد الموضوع ده وكانوا قرايب من بعض. فتيجي ام سعاد تقول لها والله انا هقعدها لك جنبك وهتعرفي ايه اللي انا هقدر ان انا اعمله فيكي. ثم بعد ذلك تروح ام سعاد عامله سحر للبنت وربط لها الموضوع كلته، وتيجي البنت ديت يعني سبحان الله تتعطل مواضيع الزواج عندها. لكن الاغرب من كل ذلك ان كل ما يتقدم حد للفتاة إذا هو أعجب بيها هي ما تعجبش بيه، ولو هي أعجبت بيه هو ما يعجبش بيها، فتفضل في هذا التضارب لحد ما يوصل لعمر 30 سنة ومفيش مشروع جواز تم. كل ده بسبب السحر اللي اتعمل. وللأسف الشديد في نساء كتيرة جدا أو بنات كتيرة جدا بسم الله ما شاء الله آيات في الجمال وآيات في الأخلاق وآيات في الأدب، وعلى الرغم من كل ذلك تبص تلاقي إن مفيش أي حد بيتقدم لهم نهائيا. ولما يجي الإنسان اللي يتقدم للفتاة دي أو تعرض عليه الفتاة دي يقول أنا مش شايف فيها أي قبول بالنسبة لي، بحسها إن هي أختي. وطبعا المواضيع بتتكرر عند أشخاص كتيرة قوي، فلو أنت في الأعراض دي تعال ركز معايا. أول حاجة عايزك تعرف أنك أنت ما أصبتش بسحر تعطيل الزواج أو سحر التفريق إلا لتقصيرك في حق الله جل وعلا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ليك أذكار. الأذكار دي لو أنت حفظت عليها بتكون في حفظ وبتكون في حماية من الله جل وعلا، ولا يستطيع أي شيطان أيا كانت قدرة هذا الشيطان إن هو يتعرض لك بسوء أو يتعرض لك بأذى. فكل ما عليك إنك أنت تركز يا أخي الكريم في اللي أنا حوله لك ده. من ضمن العلامات اللي بتدل على موضوع تعطيل الزواج إنك تبص تلاقي إن الشخص لما يجي يروح يتقدم لأي فتاة ويعرض الموضوع ده على أي حد يقول له أنا مثلا عايز أخطب فتاة معينة، يقول الشخص اللي راح يجيب لك العروسة ديت للأسف أنا مش لاقي أي بنت تصلح ليك، للأسف الشديد أنا مش لاقي أي واحدة مناسبة ليك، للأسف الشديد كأن الدنيا واقفة في وشي نهائيا مش عارف أجيب لك أي عروسة أو قادر إن أنا أجيب لك فتاة تليق بشخصيتك. المشكلة مش في كده، المشكلة إن الشخص ده محتار مش عارف إن هو يجيب لك حد أساسا، أو بمعنى أصح كأن في جدار سد بينك وبين موضوع الارتباط. وكذلك انت تظل في قلق وحيرة. في بداية الأمر الأمور كانت ماشية كويسة والخطاب بيقولك كتير، لكن بعد كده خلاص توقف موضوع الخطاب وأصبح إن مفيش حد بيجيلك، فيصبح بقى القلق والتوتر. فكل العلامات ديت من العلامات اللي بتدل على تعطيل الزواج. وللأسف الشديد لما بيتم الزواج للشخص اللي كان عنده تعطيل، بدايتهم ان لما بيكونوا لسه متجوزين جديد ربما ان زوجته تفضل فترة طويلة جدا بنت ما يعرفش ان هو يأتيها، وربما ايضا اذا تم الامر فما يكونش فيه راحة، فيبص تلاقي ان فيه نائر ونئير، فيه نفور من الزوج وفيه قبول من الزوجة، فيه نفور من الزوجة وفيه قبول من الزوج، فتحس دايما ان العلاقة علاقة تضاد، مفيش ألفة مفيش تراحم. ولو تم الحمل لدى المرأة اللي هي اصيبت بهذا السحر سبحان الله تبص تلاقي ان الحمل ده بعد 3 شهور تلاقي ان في حد بيجري وراها وبيحاول ان هو يضربها على ظهرها، ثم ما تلبس ان هي تلاقي ان الحد اللي ضربها على ظهرها ده بعد 4 أيام تبص تلاقي ان الحمل بتاعها سقط، وده غالبا بيحصل في الشهر الثالث من الحمل. ولذلك دايما الاثنين اللي متجوزين يبصوا يلاقوا ان هم مش مرتاحين مع بعض نهائيا، وممكن ان ما يحصلش موضوع انجاب، وده وارد جدا. فتروحي مثلا للطبيب يقول لك ما عندكش اي عيب، وتروح انت كذلك للطبيب فيقول لك انا مش لاقي اي عيب خالص، فتبص تلاقي ان مفيش موضوع انجاب او موضوع ذريه. الحاله بقى الاخيره ان دايما الاشخاص اللي بيكونوا يعني عندهم سحر التعطيل في الحياه ربما ان يكون يلاقي الابواب مغلقه، على الرغم ان غيره بيبدا في الشغل والتجاره فربنا بيوفقه، لكن هو بيبص يلاقي نفسه دايما ان هو في نفس حلقه اليك ما بيخرجش منها نهائيا وكل الامور معطله عنده. اول حاجه انا عايزك انك انت تسال الله عز وجل من فضله. ثاني شيء عايزك انك انت تحافظ على الصلوات المفروضه، لان كل شخص اصيب بهذا السحر في سبب واحد اللي جعلك انك انت تتصبي. ايه هو السبب ده؟ انك انت مقصر في الطاعات، مقصر في اعمال الخير، مقصر في علاقتك بالله جل وعلا. فمما لا شك فيه انت تصاب بهذا السحر، ووارد انك انت ما تخرجش من الاذى ده نهائيا، لأن كل إنسان بيغفل عن الله
وكل إنسان بيغفل عن الصلوات المفروضة، وكل إنسان بيغفل عن ذكر الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا نقيد له شيطان. فلو قيد ليك شيطان مهما عملت في حياتك هتبص تلاقي أن كل شيء مغلق في وشك. ليه؟ لأن الشيطان هو اللي بيؤذك، هو اللي بيرشدك، هو اللي بيوجهك دايما، فهتبص تلاقي نفسك عايش في ضلال ومش عارف أنك أنت تخرج من الضر ده. وعشان تخرج من هذا الأضرار وتخرج من هذه الابتلاءات الشديدة جدا، فكل ما عليك يا أخي الكريم أنك أنت تمشي على البرنامج اللي أنا حوله لك ده. في البرنامج ده أنك أنت تحافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها، وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما أنت تلتزم بالصلوات في أوقاتها عليك بأذكار الصباح والمساء، وحاول دايما أنك أنت تكثر من الاستغفار وتكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان زوجك مجلوب عليكي فهتحاول أنك أنت تجيبي كوباية مية. على كوباية المية ديت في 5 آيات في القرآن الكريم بتسمى بآيات السكينة لو أنت متزوجة. تجيب آيات السكينة ديت وتقرأها على كأس الماء، وحنزل لها حلقة إن شاء الرحمن. ثم بعد ذلك تسقي زوجك من غير ما يدري ولا يحس، هتبص تلاقي إن هو سكن إليك. ثم بعد ذلك في آيات أيضا اسمها آيات الألفة. آيات السكينة مع آيات الألفة لما نقرأهم على كأس مية، وتكون النية إن ربنا سبحانه وتعالى يدمر كل سحر ويدمر كل أذى بينه وبين الزوج، عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح من وضعنا مع بعض. فلما يدمر هذا السحر أكيد أن العلاقات هترجع أفضل مما كانت عليه، والحمل هيتم على أكمل وجه، وهتبصوا تلاقي أن المعاملة بينكم معاملة طيبة، وفي منكم تود وتراحم، وما يصيرش فيه أي مشاكل نهائيا. فدي الخطوة الثانية. هنرجع بقى للخطوة الثالثة، ودي من الخطوات المهمة، أنك أنت هتقعدي مع نفسك أو هتقعد مع نفسك تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتصلي ركعتين حاجة، ثم بعد ذلك تحاول أنك أنت تدعي بالدعاء ده. اللهم لو أنت متزوج، اللهم ألف بيني وبين زوجتي، اللهم أصلح بيني وبين زوجتي، ثم تقرأ الآيات التي تدل على الزواج في القرآن الكريم. ويكون نيتك في الآيات ديت، ودي الخطوة الثالثة، أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالزوجة الصالحة لو أنت أعزب. ولو في مشاكل بينك وبين زوجتك أن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بينكم وتلتئم العلاقة بينكم وبين بعض، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح من حياتكم ويصلح من وضعكم. والأمر الأخير في سورة عايزك أنك أنت تقرأها 3 مرات. السورة ديت أنت هتقرأها بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك الزوجة الصالحة، وهي سورة إيه؟ هي سورة الزمر. تقرأها بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك ما أنت فيه، وتحاول أنك أنت تقول الدعاء ده في الليل فكل. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لسبيل الحق ويسر لي أمور زواجي يا كريم. ثم تقرأ سورة الزمر، يوفقك الله عز وجل للزواج مما أردت. حاولوا أن أنتوا تمشوا على البرنامج ده. لو عندك أي برنامج بيقضي على النفور بين الزوجين وتعطيل الزواج وآية تساعد على ذلك، اكتبها في التعليقات عشان كل متابعينا في تفسير الأحلام يستفيدوا منها. وما تنساش أنك أنت تكرر الآية ديت 70 مرة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وإنوي بهذه الآية إن ربنا يرزقك بالزوجة أو يرزقك بالذرية توفق لما أردت بإذن رب العالمين. لو عجبك المقطع ده دوس لايك واضغط سبسكرايب وفعل الجرس، وانشره لأصحابك وأصدقائك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.